ان شاء الله. عايزين نتكلم مع حضرتك بقى في اكاديميه النادي الاهلي، يعني قطاع مهم، قطاع استثماري وقطاع ايضا فني. طمنا دلوقتي اخبار اكاديميه النادي الاهلي ايه؟ والله هو طبعا لما انا جيت حقيقه موضوع الاكاديميه ده كان بالنسبه لي موضوع معقد شويه، هل هو استثماري ولا هل هو فني؟ هل نركز على الناحيه الماديه ولا نركز على الناحيه الفنيه؟ فطبعا قعدت حقيقه مع كابتن محمود الخطيب، وقعدت مع كابتن محسن صالح وزكريا ناصف وكابتن خالد بيب، وكنا موجودين مع بعض، اتفقنا على بعض الاسس اللي لازم نمشي عليها. اهم حاجه انه يكون في التنسيق بيننا وبين الحقيقه قطاع الناشئين وبين الموهوبين، اللي هي كابتن فتحي مبروك والمجموعه اللي بتشتغل في اكتشاف الموهوبين. التنسيق ده لازم يكون تنسيق مهم جدا، عشان الاكاديميات دلوقتي اصبحت هي البنيه التحتيه الاساسيه لكل اللاعبين اللي ممكن تقدر تدفع بيهم في قطاع الناشئين او تدفع بيهم للمراحل الاعلى. زمان كانت حقيقه موضوع الاختبارات ده موضوع شائك جدا، انت عارف، انت حضرته طبعا. بنقعد بالشهور نختبر وبنضيع وقت كبير جدا، الاف بيصفصفوا في الاخر على 10 15 واحد حقيقه، واغلبهم لعيبه كويسه بس مش مؤسسه. دلوقتي الاكاديميات دي بدات تخدم انك انت تجيب لعيب تقدر من خلال هذا اللعيبه اللي بيتمرن 3 4 5 سنين في الاكاديميه يستطيع انه يخش ينافس اللعيبه في قطاع الناشئين. دي حته مهمه جدا احنا هنركز عليها حقيقه الفتره القادمه. دي حاجه انا حقيقه ركزت عليها قوي، ان انا مش عايز ابص على الكم، عايز ابص على الكيف. تمام. بالرغم ان الكم مهم جدا، لكن الكيف ده عشان انا اقدر افيد النادي الاهلي من خلال هذه الاكاديميات. الاستفاده اكيد مش لعيبه بس يا كابتن شطه، برضه يعني الكابتن شطه ما شاء الله بخبراته الكبيره وخبراته في افريقيا وفي الدورات كمان اللي بيحصل على المدربين، اكيد كمان المدربين داخل الاكاديميات هيستفيدوا من الكابتن. والله دي اهم نقطه انا ركزت عليها، ان انا اطلع كادر من المدربين تمام والاداريين عشان نستفيد منهم برضه مستقبلا، بدليل انه دلوقتي يعني الاكاديميه حقيقه افرزت 3 4 5 مدربين صعدوا للقطاع الناشئين. كويس قوي. دي حاجه يعني حقيقه انا عايز برضه يعني احيي فيها المدربين، لانهم كونك تشتغل بهذا الاحساس انك انت عندك طموح انك تمشي تصعد بدل ما تدرب اكاديميات تدرب قطاع ناشئين بعد كده تدرب انديه، دي حته مهمه جدا انك انت بتطور المدرب بجانب اللاعب. طيب حضرتك بتتكلم دلوقتي في الجزء الفني، النهارده قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بيستعين بلاعبين ومدربين.